بسم الله الرحمن الرحيم. معادنا النهاردة إن شاء الله مع تعليم مستمر ودراسة مستمرة في ثانوية جيل الفيصل. درس النهاردة بأمر الله هناخد الكهروسالبية والقطبية. الكهروسالبية والقطبية. هنا الكهروسالبية والقطبية. زي ما شايفين في الصورة هنا، شايفين في الصورة فريقين بيلعبوا لعبة شد الحبل مع بعضه، تمام؟ طبعا كلنا لعبنا اللعبة دي. هنا الفريقين كل واحد بيحاول يجذب الحبل يمته أكتر. مين اللي بيفوز هنا؟ اللي هو بيجذب الحبل بقوة أكبر. لو سددنا الفريقين بذرتين، الحبل دوت هو عبارة عن إلكترونات الرابطة. لو في رابطة بين ذرتين، تمام؟ كل ذرة بتحاول تجذب إلكترونات الرابطة يمتها. كل ذرة بتحاول تجذب إلكترونات الرابطة يمتها. الذرة اللي عندها قدرة كبيرة إنها تفوز وتكسب وتجذب إلكترونات الرابطة يمتها، دي اللي بتبقى فايزة. دي اللي بنقول عليها عندها كهروسالبية كبيرة. كهروسالبية كبيرة. فالكهروسالبية تشير للقدرة النسبية للذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية. على جذب إلكترونات الرابطة الإيه؟ الرابطة الكيميائية. الرابطة الكيميائية، تمام؟ يبقى هنا الكهروسالبية بتعرفني قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة. لما بتزيد الكهروسالبية ده هيدل على إيه؟ إن الذرة هتجذب إلكترونات يمتها أكثر من الذرة الأخرى، أكثر من الذرة الأخرى. نوع الرابطة اللي بين الذرتين بيعتمد على الكهروسالبية أو على فرق الكهروسالبية أو على فرق الكهروسالبية. يعني لو في ذرة كهروسالبيتها أعلى بكتير أوي 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 من الذرة التانية، إيه اللي هيحصل؟ هتجذب إلكترونات الرابطة جهتها بدرجة كبيرة. طب إيه اللي هيحصل؟ كثافة السحابة الإلكترونية عندها تبقى زيادة، فبنقول عندها شحنة جزئية سالبة. شحنة جزئية سالبة. طيب الذرة التانية هيبقى عليه شحنة جزئية موجبة. شحنة جزئية موجبة. هنا الرابطة بنقول عليها رابطة قطبية. رابطة قطبية. خد بالك ان عنوان الدرس النهاردة كهروسالبية والقطبية. بندرس النهاردة نوع اعتماد نوع الرابطة على الفرق في الكهروسالبية. طيب في كمان تعريف عندنا اللي هو الميل الالكتروني. الميل الالكتروني من اسمه ميل الكتروني، يعني ميل الذره للالكترون، يعني قابليه الذره على استقبال الالكترون، على استقبال الالكترون. طب يا ترى مين اكتر في الميل الالكتروني؟ مين بيحب الالكترونات وبيحب انه يستقبلها؟ الفلز ام اللا فلز؟ ها، الفلز ام اللا فلز؟ هنا طبعا اللا فلزات اكبر في الميل الالكتروني من الفلزات. لا فلزات بتحب او تميل الى اكتساب او استقبال الالكترون، عشان كده بتعمل ايونات سالب. اللا فلزات تقول لك لا انا مش بحب الالكترونات قوي، فبميل لفقد الكترونات، بميل لفقد الكترونات، وتعمل ايون موجب، وتعمل ايون ايه؟ موجب. هنا شوفوا استبدلنا الفريقين بقى بايه؟ بذرتين همت ماسكين الحبل او الكترونات الرابطه بيتخانقوا مع بعض يشوفوا مين الايه، مين اللي هيفوز، مين الايه اللي هيفوز. قلنا قبل كده لو في فرق في الكهروسالبيه، فرق كبير في الكهروسالبيه بين الذرتين، بتبقى الرابطه قطبيه. قطبيه يعني في ذره جذبت السحابه الالكترونيه جهتها بدرجه كبيره، فبقى عندها قطب سالب. الذره الثانيه مش عارفه تسحب الالكترونات، فبقى عندها قطب موجب. بتتكون الروابط التساهمية القطبية نتيجة عدم جذب الذرات لإلكترونات الرابطة المشتركة بالقوة نفسها. يعني بيكون في فرق فين؟ فرق في الكهروسالبية. فرق في الكهرو إيه؟ في الكهروسالبية. بينتج عن ذلك وجود شحنة جزئية عند نهايتي الرابطة. إيه الشحنة الجزئية؟ شايف الشكل اللي ظهر قدامنا؟ إيه اللي موجود عندي هنا؟ موجود عندي رابطة بين الكربون والكلور. طيب اللي انت شايفه موجود عند الكلور سالب دلتا، هذا الرمز يسمى دلتا، وعند الكربون موجب دلتا. هل هذه الرابطة قطبية؟ أيوة، لأن انت حاطط أساس سالب وموجب.
رمز الدلتا جماعة يشير إلى الشحنة الجزئية. يبقى هذه الرابطة رابطة قطبية ولا لا؟ أيوة رابطة قطبية. رابطة قطبية يعني في فرق في الكهروسلبية بين الكربون وبين الكلور. تعالى بالنسبة للرابطة الثانية اللي هو الهيدروجين والأكسجين. الهيدروجين والأكسجين هذه الرابطة أيضا رابطة قطبية. بلاقي الأكسجين أكبر في الكهروسلبية من الهيدروجين، وده إحنا درسناه لما درسنا تدرج الخواص في الجدول الدوري. هذا الحرف الإغريقي بيمثل الشحنة الإيه؟ الجزئية. يبقى لو في رابطة قطبية بنرسم الحرف الإغريقي دوت ونكتب جنبه سالب أو موجب، سالب أو إيه؟ وموجب. طيب معلش هنا إيه علاقة القطبية الجزئية بالإنجذاب للمجال الكهربي؟ لو الرابطة قطبية هل تنجذب للمجال الكهربي؟ طب نسأل نفسنا، هو المجال الكهربي فيه موجب وسالب؟ أيوه. طب هي الرابطة القطبية فيها شحنة جزئية موجبة وشحنة جزئية سالبة؟ أيوه فيها الاثنين. يبقى ممتاز، يبقى الروابط القطبية هل تنجذب للمجال الكهربي؟ طبعا، لأن فيها شحنات موجبة وشحنات سالبة. طيب السؤال نعكسه، لو الرابطة غير قطبية هل تنجذب للمجال الكهربي؟ لا طبعا، لأنك قلت غير قطبية يعني ما فيش شحنات، يبقى مش هتنجذب للمجال الكهربي، مش هتنجذب للمجال الايه؟ الكهربي. نشوف هنا يقول لك لماذا ينحني مجرى الماء البطيء من الصنبور عندما يقترب منه بالون مشحون بالكهرباء الساكن. يا ريت التجربه ديت تعملها النهارده بعد الحصه بامر الله. هنا في الصوره ديت في ميه منزلينها، يعني نخلص المجرى الماء صغير، افتح الصنبور بدرجه قليله جدا، هات مشط ودلكه في شعرك لفتره، وبعد كده قربه من ايه؟ من مجرى الميه. هتبص تلاقي في انحناء في مجرى الميه. انحناء مجرى الميه زي ما انتوا خدتوا في الفيزياء، هي الشحنات الكهروستاتيكيه اللي هتتكون على المشط، او المجال الكهربي اللي هيتكون على المشط جذب الميه. ده يدل على ان الميه ماده قطبيه، يعني فيها شحنات موجبه وفيها شحنات سالبه. نبص هنا في الجدول ده موجود عندكم في الكتاب المدرسي، قيم الكهروسلبية للعناصر اللي في الجدول الدوري، للعناصر اللي في الجدول الدوري. طيب معلش نشوف هنا ملاحظاتكم عن خواص الكهروسلبية في الجدول الدوري. في المجموعة شباب لو اتحركت من أسفل إلى أعلى هل تزيد الكهروسلبية أم تقل؟ نشوف هنا، هنا 0.9، 0.89، 0.95، 0.1، 1.31، 1.57. يبقى كل ما تحرك إلى أعلى اللي بيحصل تزيد، كلما تحركت إلى أعلى تزيد الإيه؟ الكهروسلبية. كلما تحركنا إلى أعلى هتزيد الإيه؟ الكهروسلبية. طيب تعال نشوف في الدورة، نشوف هنا الليثيوم 0.98، بريليوم كام؟ 1.57. زاد ولا قل في الدورة؟ زاد. تعال نشوف اللي بعده 2.04، 2.55. هنا بتزيد الكهروسلبية في الدورة من اليسار إلى اليمين. أنا مدي لك هنا اتجاهات مين؟ اتجاهات الزيادة، اتجاهات الإيه؟ الزيادة. يبقى بتزيد الكهروسلبية في الجدول الدوري ولما اتجهنا إلى أعلى، تمام؟ تزيد في الدورة كلما اتجهت إلى اليمين. طب يا ترى مين أكبر عنصر في الكهروسلبية؟ يا ترى هيبقى موجود يسار ولا يمين؟ احنا قلنا في الدورة هتزيد كلما اتجهت يمين، ها؟ يبقى هي بتزيد كلما اتجهنا يمينا. برافو عليك يا علي. هنا زميلك علي قال الفلور، أعلى اليمين مين؟ الفلور. الفلور شوف كام؟ 3.98. طيب نشوف أقل عنصر في الكهرو سالبي، يبقى لازم أروح يسار. طيب أعلى ولا أسفل؟ برافو عليك يا عمر، قال هنا الفرانسيوم، قال هنا الإيه؟ الفرانسيوم. برافو عليك يا علي وعمر، هنا الفرانسيوم، هنا أقل العناصر في الكهرو سالبي الفرانسيوم والسيزيوم، الفرانسيوم والسيزيوم. طيب تعالى كده نشوف السؤال اللي بعده. هنا من الجدول السابق، من الجدول السابق أكبر العناصر في الكهروسلبية، برافو عليكم أنتم جاوبتم، عمر وعلي قالوا الفلور. أقل العناصر في الكهروسلبية
برضو كنتم ما شاء الله عليكم قلتم الفرنسيوم والسيزيوم، الفرنسيوم والايه والسيزيوم. يبقى هنا عندنا الجزء ده بيبقى مهم انك تعرف تدرج خواص العناصر في الجدول الدوري، تدرج خواص العناصر في الجدول الايه في الجدول الدوري. خد بالك احنا قلنا نوع الرابطه بيعتمد على مين؟ كهروسلبي، يعني قطبيه الرابطه، الرابطه قطبيه او لا، على الكهروسلبي. فهنا يقول لك يعتمد نوع الرابطه على مقدار قوه جذب الذرات لالكترونات الرابطه، اي على الكهروسلبي، على الكهرو ايه كهروسلبي. طيب توقع نوع الرابطه باستعمال فرق الكهروسلبي. فرق الكهروسلبي خد بالك العلماء درسوا المركبات، درسوا فرق الكهروسلبية بين عناصر المركب، تمام، وبدأوا يحددوا من هو امتى الرابطة تبقى قطبية، امتى أيونية، امتى تساهمية غير قطبية. فلقوا لو الفرق صفر، لو الفرق دوت صفر، بتبقى الرابطة تساهمية وغير قطبية. طيب لو أقل من 0.4 تساهمية وغير قطبية أيضا. طيب من 4 من 10، من 0.4 ل1.7 دي تساهمية قطبية، تساهمية قطبية. طيب أكبر من 1.7 ده عبارة عن رابطة أيونية، رابطة أيونية. أعظم شيء في الجدول الدوري إنه بيحدد لك خواص العناصر، خواص الروابط باستعمال تدرج خواص مين العناصر على حسب الكهروسلبية أو فرق الكهروسلبية، أعرف خواص العنصر وأعرف نوع الرابط. لو الفرق شباب بيساوي 1.7، إذن الرابطة هتبقى بين وبين، بين الأيونية وبين تساهمية، تكون الرابطة 50% تساهمية 50% أيونية. تعال رجعنا لكم الجدول مرة تانية. هنا حدد نوع الرابطة باستعمال الجدول. تعال نشوف الرابطة هنا CH، عاوز أعرف الرابطة دي هل هي قطبية ولا غير قطبية، تساهمية ولا أيونية. طب نعمل يا أستاذ، لازم أشوف الفرق بين الكهروسلبية للكربون والهيدروجين. طيب أعرفها إزاي؟ من الجدول يا حبايبي أهو. الكهروسلبية بتاعة الكربون كام؟ 2.55. طب الهيدروجين 2.20. طب أعمل يا أستاذ؟ هات الفرق على طول. الفرق في الكهروسلبية هقول إيه؟ 2.55 ناقص 2.20 هيديني الفرق هنا 0.35. يا ترى هي قطبية غير قطبية ولا أيونية؟ لازم نفتكر مرة تانية إن أقل من 0.4 غير قطبية. نوع الرابطة هنا إيه؟ الرابطة هنا غير قطبية، ممتاز. ونفتكر برضك لو هي من 4 من 10 لأقل من 1.7 هتبقى قطبية، أما لو أكبر من 1.7 هتبقى أيونية، ممتاز. يبقى هنا نوع الرابطة يا شباب قلنا هي أقل من 0.4، يبقى هنا الرابطة رابطة تساهمية غير قطبية، ممتاز. تعال نشوف الرابطة اللي هي OH. الرابطة OH طب هعرف إزاي نوعها يا أستاذ؟ بسيطة، اعرف فرق الكهروسلبية، الأكسجين كام؟ 3.44، الهيدروجين 2.20. هنطرحهم من بعض يدينا الإجابة 1.24. 1.24 تبقى هنا الرابطة إيه؟ 1.24 ديت أكبر من 0.4 وأقل من 1.7، يبقى هنا الرابطة تساهمية قطبية. نشوف مثال آخر CCL. كل اللي هنعمله هنطرح الفرق بين كهروسلبية الكلور. الكلور كان في الجدول 3.16. طرح الكربون، هنا الكربون 2.55. هنا ادتني كام الفرق؟ 0.61. طب هي قطبية ولا غير قطبية؟ 0.61 أكبر من 0.4، أكبر من 0.4، يبقى الرابطة هنا ممتاز قطبية. ناخد الـ NaCl. الـ NaCl ممتاز يا عمر. ال NaCl ممتاز يا احمد وليد. كل اللي هنعمله ايه برضو؟ يلا هنحسب الفرق. الله عليك يا علي، نحسب الفرق بين الصوديوم والكلور، نحسب الفرق بين الصوديوم والكلور. هنا الكلور 3.16 وهنا
الصوديوم كهروسلبية بتاعته صغيرة 0.93، هيديني 2.23 يعني أكبر من 1.7، يبقى زي ما أنت قلت حبايبي هي رابطة أيونية. يبقى هذا المركب له خواص أيونية. ممتاز، له خواص إيه؟ أيونية. طيب جميل، عرفنا هنا نحدد قطبية الرابطة. طيب هي قطبية الرابطة، هل كل رابطة قطبية يبقى الجزيء بتاعها قطبي؟ هل في عوامل تانية بتحدد لقطبية الجزيء؟ في فرق، خد بالك، بين قطبية الرابطة وقطبية الجزيء. ازاي في فرق بين قطبية الرابطة وقطبية الجزيء؟ في عامل آخر بيحدد القطبية وهو شكل الجزيء. ازاي يعني بيحدد يا أستاذ؟ هنشوف دلوقتي ازاي. هنا بيقول لك ايه؟ الرابطة OH والرابطة CCL جميعها تساهمية قطبية زي ما احنا شايفين. طيب كويس، ممتاز جدا، ولكن انهي مركب هيبقى قطبي؟ بمقارنة جزيء المية، بمقارنة جزيء المية H2O وجزيء رباعي كلوريد الكربون CCl4. طيب اكيد اكيد، هل هم مركبات قطبية؟ ما هو الروابط قطبية صح، فاحنا بنتوقع ان هم اكيد المركبات دي قطبية. فتعال نشوف كده، قال لك نجد ان جزيء المية فقط هو القطبي، جزيء المية هو القطبي، غريبة. طب ما السي سي ال انت قلت لي انها رابطة قطبية، ليه بقى مركب كلوريد رباعي كلوريد الكربون مش قطبي؟ قال لك ده يرجع لشكل الجزيء. ازاي؟ شو، بص هنا على اليمين شكل ايه؟ شكل جزيء المية. خدنا الحصة الماضية انه جزيء منحني. هل الجزيء المنحني منتظم؟ هل الجزيء المنحني منتظم؟ هتبص تلاقي الشحنتين الموجبتين مش على خط استقامة واحد، مش على خط عمل واحد. في الفيزياء انت خدتهم، لو في قوتين على نفس الخط متساويتين ومتعاكستين يلغي أحدهما الآخر. طب هل هنا الاثنين على نفس الخط؟ لا، الجزيء غير منتظم فيكون قطبي إذا كانت روابطه قطبية. فإنه أيوة، برافو عليك يا احمد وليد، هو الجزيء غير منتظم. طيب بص عندك للسي سي ال 4، جميل، ده الكربون حواليه اربع ذرات الكلور، الكربون ايوه حواليه اربع ذرات كلور، جميل جدا. هنا الجزيء منتظم متماثل، في توزيع متماثل للشحنه. طب وبعدين هنا الشحنات او تاثير الشحنات او تاثير القطبيه يلغي كل منهما الاخر. اليمين الله عليك يلغي اليسار، واليسار يلغي اليمين، والفوق يلغي التحت. فإذا كانت الرابطة قطبية لكن الجزيء متماثل منتظم، إذن الجزيء كله غير قطبي. ليه؟ لأن هنا الشحنات بتلغي بعضها الآخر، تأثيرها يلغي بعضها الإيه؟ الآخر. اليمين يلغي اليسار، الفوق يلغي الإيه؟ يلغي اللي تحت. طيب نبص هنا للأمونيا، فاكرين كان شكل الأمونيا إيه؟ هنا كنا بنقول هرم مثلثي. طب يا أستاذ هل فيه انتظام؟ تعالى كده نشوف، في ثلاث ذرات في ثلاث اتجاهات. طب الاتجاه الرابع هل في ذرة مشابهة ليهم؟ لا، ده فيه إلكترون زوج إلكترون حر، زوج إلكترون حر. أقول له شكرا، أنت كده جزيء غير متماثل. يقول لك يعني أنا كده مركب قطبي؟ أيوة. يبقى عرفنا أن الأمونيا أو النشاد مركب قطبي لأنه غير متماثل، المية مركب قطبي لأنه إيه؟ غير متماثل، لأنه غير إيه؟ متماثل. أما CCl4 رباعي كلوريد الكربون فهو جزيء متماثل. يقول لك طب أنا بس أنا روابطي كلها قطبية. أقول له والله آسفين لحضرتك، أنت جزيء متماثل رغم إن روابطك قطبية، إلا إن الجزيء ككل غير قطبي. غير إيه؟ قطبي. يبقى قطبية المركب بتعتمد على إيه؟ على حاجتين. قابلية المركب على حاجتين، على قطبية الرابطة وعلى شكل الجزيء. إذا كان متماثل، إذا كان متماثل هنا إيه اللي بيحصل؟ إذا كان متماثل وروابطه قطبية يبقى هو غير قطبي، يبقى هو غير قطبي. طب إذا كان روابطه قطبية وهو غير متماثل، إذا يبقى هو قطبي. تعال نشوف خواص بقى الجزيئات القطبية. هل الجزيئات القطبية بتدوب في الموجبات القطبية؟ هاي الجزيئات القطبية بتدوب في الجزيئات القطبية؟ طبعا انت قلت لي قطبي وقطبي، في موجب وسالب هنا، في موجب وسالب هنا. فهنا عندنا تذوب المركبات القطبية في الموذبات القطبية.
طيب يا أستاذ الجزيئات غير القطبية هل تذوب؟ تقول لك لا، الغير قطبي يذوب في الغير قطبي، المثل يذيب المثل، الشبيه يذيب الشبيه، الشبيه يذيب الشبيه. يبقى الجزيئات القطبية بتذوب في المذيبات القطبية. لو عندي مركب غير قطبي أقول له سوري أنت آسف، أنت تذوب في المواد الغير قطبية. طيب تعال هنا، يلا جاوبوا مع السؤال دوت. ها، هل يختلط الزيت بالماء؟ عاوز أشوف إجابتكم. هل يختلط الزيت بالماء من تجاربكم في الحياة؟ هل يختلط الزيت في الماء؟ عمر السلمي بيقول إيه؟ بيقول لا، لا يختلط. برافو عليك أحمد وليد. وأحمد وليد هنا بيقول لا يختلط. زي ما شايفين في الصور، أما أحط زيت على الماء هنا قطرات الزيت بتفضل متجمعة، تقول لك لا أنا مش عاوز أختلط بالماء. الله، طب يا ترى إيه السبب؟ يا ترى زعلانين مع بعض؟ شايفين الإجابة جت هوت زي ما عمر وأحمد وليد قالوا، كلا لن يختلط الزيت بالإيه؟ بالماء. طيب ليه الإجابة؟ ليه جات لنا الإجابة؟ الإجابة هي لأن الماء قطبي والزيت غير قطبي، الماء قطبية والزيت غير قطبي. خلاص هنا عندك، يبقى الزيت لن يذوب في الماء أو لن يمتزج بالماء، لن يمتزج بالإيه؟ بالماء. طيب تعالوا نشوف هنا خصائص المركبات التساهمية. خصائص المركبات التساهمية زي ما شايفين هنا في الشكل، عندنا الشكل ده بيدل على ايه؟ مصباح ومتوصل بسلكين ومغموسين في سائل. ها، ممتاز. فاكرين التجربة اللي احنا عملناها في الفصل؟ ها، اما جبنا بطارية وجبنا سلكين وجبنا مصباح وجبنا محرك كهربي صغير، وحطينا السلكين طرفي السلك في السائل بتاعنا عشان نختبر التوصيل. في المركبات الأيونية لاحظنا إن المحرك اشتغل والمصباح أضيء، لأن محاليل المركبات الأيونية موصلة. طب في المركبات التساهمية هل شايفين المصباح مضيء؟ طبعا لا، المركبات التساهمية ضعيفة التوصيل للتيار الكهربي، ضعيفة التوصيل للتيار الكهربي. تعالي هنا بعد كده نشوف الحالة بتاعت المواد التساهمية أو المركبات التساهمية، هل هي في الحالة الصلبة ولا في الحالة الغازية؟ طيب لاحظنا إن الشمع صلب ولا سائل؟ نلاحظ الشمع صلب. طيب هل شديد الصلابة يعني ولا لين؟ هل شديد الصلابة ولا لين؟ هنا بنلاحظ إن الشمع يكون لين، الشمع يكون لين، فبعض المواد الصلبة التساهمية بتبقى لينة. طب السائل زي السائل؟ زي الزيت، زي الزيت. بعضها أو العديد منها يوجد في الحالة الغازية زي الأكسجين، نيتروجين، ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الإيه؟ ثاني أكسيد الكربون. فالمركبات التساهمية ضعيفة التوصيل للتيار الكهربي، بعضها في الحالة الغازية وبعضها صلب وبعضها سائل. الصلب يكون لين، درجات الانصهار بتاعة المواد الصلبة والغليان هتبقى عالية ولا منخفضة؟ هنا بتبقى منخفضة، درجات الانصهار والغليان منخفضة. طب أعرف إزاي؟ بص هنا في الصورة دي، الصورة دي هي عبارة عن سكر محطوط في وعاء وحاطينه فوق الإيه؟ فوق النار. هنا السكر بيبدأ ينصهر سريعا، يعني دقيقتين ثلاثة يبدأ السكر يدوب أو ينصهر ويتحول إلى اللون الإيه؟ اللون البني. دي درجة انصهار منخفضة، قارنها بدرجة انصهار كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام. درجة انصهار ملح الطعام كبيرة جدا، لما سخناه في المعمل ما دابش خالص، ما انصهرش، لأن درجة انصهاره كبيرة، درجة انصهاره كبيرة. أما المركبات التساهمية فدرجة الانصهار منخفضة. خد بالك إن درجة الانصهار المنخفضة بتديني دلالة على نوع القوة اللي بين الجزيئات. هل هي قوة كبيرة؟ يبقى درجة انصهار كبير. لو قوة ضعيفة يبقى درجة انصهار ضعيف. هنا الشمع هو، وده عبارة عن مركب تساهمي. لو مسكت الشمعة بإيدي وضغطت عليها هتنكسر في إيدي، لأنها عبارة عن مادة صلبة لينة. فخواص الشباب المركبات التساهمية، ها، أول حاجة ضعيفة التوصيل الكهربي، درجة الانصهار والغليان بتاعها منخفضة، بعضها في الحالة الغازية، بعضها صلب وبعضها سائل.
الصلب بيكون لين، طاقة الشبكة بتاعها منخفضة عشان القوة بين الجزيئات ضعيفة، القوة بين الجزيئات ضعيفة. طيب انت قلت لي يا استاذ قوة بين الجزيئات، ايه القوة بين الجزيئات دي؟ في فرق ما بين القوة داخل الجزيء او الربطة داخل الجزيء والقوة بين الجزيء. الربطة داخل الجزيء احنا خدنا الربطة ايونية تساهمية فلزية، دي جوه الجزيء نفسه، جوه الجزيء نفسه. طب لما جزيء يقف مع جزيء يقف جنب مع جزيء، بين الجزيئات وبعضها البعض بتنشأ قوة أيضا لها ثلاث أنواع. القوة بين الجزيئات اللي بتعرفني إذا كانت المادة صلبة لينة شديدة الصلابة، تعرفني درجة الانصهار عالية ولا منخفضة، تعرفني درجة الغليان عالية ولا منخفضة. أو النوع من قوة التجاذب معانا اللي هي قوة التشتت، قوة التشتت. قوة التشتت هي قوة بين الجزيئات غير القطبية. يعني في بين جزيئات المية، لا حبيبي المية دي قطبية، ما ينفعش قوة تشتت ما بينها. قوة تشتت بين الجزيئات غير القطبية زي مثال لـ H2. طب هو الـ H2 أساس قطبي ولا غير قطبي؟ تعالى كده نشوف فرق الكارو سالبي. فرق الكارو سالبي هنا H وهنا H، يبقى لما أجيب الفرق بين ذرتين زي بعض هيديني صفر، يبقى ده جزيء غير قطبي H2 O2 N2، يبقى هذه جزيئات غير قطبية، يبقى في بينها قوة تشتت، في بينها قوة تشتت. بص هنا، أدي هنا عندي جزيء أهو، أدي هنا ذرتين مرتبطتين مع بعض بربطة تساهمية، وهنا جزيء تاني عبارة عن ذرتين بينهم وبين بعض ربطة تساهمية. الجزيئات لما تقرب من بعض بينشأ ما بينها قوة تجاذب، دي اللي بنسميها بين الجزيئات، ده اسمه نوع تشتت، ده اسمه نوع تشتت. طيب كل ما قوة التشتت تزيد كل ما درجة الانصهار تبدأ تزيد ودرجة الغليان تبدأ تزيد. تعال نشوف ثنائية القطب، من اسمها قوة ثنائية القطب، يبقى لابد انها تتكون بين مواد قطبية، بين جزيئات قطبية، بين جزيئات مركب قطبي بعضها الايه البعض، زي مين؟ H2S HCl. في فرق في الكهروسلبية بين الكلور وبين الهيدروجين. طب انت قلت قطبية صح، يعني في طرف موجب وفي طرف سالب، في قطب موجب وفي قطب سالب. اما يجي الجزيئات تترتب جنب بعض، هل السالب يجي جنب السالب؟ لا، يحصل تنافر زي ما احنا عارفين في الفيزياء، الشحنات المتشابهة تتنافر، الشحنات المختلفة تتجاذب. تبدأ الجزيئات شطرة زيكم كده ترتب نفسها بحيث الطرف الموجب يكون جنب الطرف السالب. طب ده يعمل ايه يا استاذ؟ حبيبي ده هيزود قوة التجاذب بين الجزيئين، فيزيد درجة الغليان ويزيد درجة الانصهار يبقى قوة ثنائية القطب، من اسمها ثنائية القطب، يبقى بين جزيئات المركبات القطبية. طيب النوع الثالث قوة الرابطة الهيدروجينية. قوة الرابطة الهيدروجينية، هنا انت قلت لي رابطة هيدروجينية، في كلمة هيدروجين، يبقى لابد ان يحتوي مركب على ايه؟ هيدروجين. فتتكون الرابطة الهيدروجينية بين الهيدروجين اللي في المركب وبين بين اف او ان، كلمة فون، بين فلور الاكسجين النيتروجين. طب لو عناصر تانية غير ديت هل ممكن تعمل مع الهيدروجين رابطة هيدروجينية؟ لا، يبقى الرابطة الهيدروجينية هي بين الهيدروجين وبين ثلاث عناصر، فلور الأكسجين النيتروجين، اللي هي بتكون كلمة فون، بتكون كلمة فون. الرابطة الهيدروجينية أقوى ولا ثنائية القطب؟ لا، الرابطة الهيدروجينية أقوى، الرابطة الهيدروجينية أقوى. زي المية هنا، المية عبارة عن إيه؟ ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين. طب لما جزيء ميه يقف جنب جزيء ميه وبيرتبوا نفسه بحيث الطرف الموجب بتاع الهيدروجين يكون جهه الطرف السالب بتاع الاكسجين، بيتكون كمان اضافي الرابطه الهيدروجينيه، ودي السبب في ارتفاع درجه غليان الميه. درجه غليان الميه كبيره اكبر من درجه غليان المركبات القريبه منه. طب ليه؟ لان الرابطه الهيدروجينيه في الميه كبيره، فهي سبب في ارتفاع درجة الغليان الخاص بالإيه؟
بالماء. نرجع تاني على أنواع قوى التجاذب بين الجزيئات. تاني في عندي ثلاث أنواع بين الجزيئات، قوة التجاذب بين الجزيئات: تشتت، ثنائية القطب، ربط هيدروجينين. تشتت يقول لك بين الجزيئات غير القطبية خالص، جزيء الهيدروجين الأكسجين النيتروجين. طيب ثنائية القطب، انت قلت لي ثنائية قطب يبقى بين الجزيئات القطبية زي HCl. طب الرابطة الهيدروجينية يبقى بين الهيدروجين وبين في عندي ثلاث عناصر اللي هي الاف والاو والان، الاف والاو والاي والان. تمام، دي اللي انواع قوة التجاذب. لما تلاقي مادة درجة غليانها عالية اعرف ان قوة التجاذب بين الجزيئات بتاعتها كبيرة. طيب نشوف هنا اخر حاجة عندنا اللي هي المواد الصلبة التساهمية الشبكية. انا عاوزك من الاسم تفهم الدرس ازاي. عندي مواد صلبة، جميل، تساهمية يعني الرابطة تساهمية، ممتاز. شبكية يعني بتعمل ايه؟ بتعمل باللورات، بتعمل باللورة شبكية. زي مين يا ترى؟ ها اللي موجود في الصورة قدامنا، الألماس أو الماس. الماس ده عبارة عن مركب تساهمي وشاطر، بيعمل شكل باللوري مكعب، شكل باللوري مكعب. هل تعرف ان الماس دوت هو التوأم بتاع المرسام اللي معاك؟ الاثنين نفس التركيب، الاثنين بيتكونوا من الكربون. سبحان الله، هنا المرسام بتاعك هتلاحظ اللون بتاعه مختلف عن لون الماس، جميل. والصلابه ايهم اكبر صلابه، الماس ام المرسام اللي معاك او الجرافيت اللي معاك؟ طبعا الماس اكبر المعادن صلابه. طب ايه السر يا استاذ؟ إذا كان لهم نفس التركيب لكنهم مختلفين في الخواص. قال لك صح، هم لهم نفس التركيب لكن ليس لهم نفس الترتيب. ترتيب إيه؟ ترتيب البلوري، شكل البلوري، انتظام البلورة بتاعت مين؟ الماس بتدي له خواص مهمة جدا. بص هنا في الشكل اللي على اليسار، هنا شكل بلورة الألماس، هنا لها بلورة مكعبة، كل ذرة كربون مرتبطة بأربع ذرات من الكربون الأخرى، ماسكين في إيدين بعض بقوة كبيرة، فيقوم يدي صلابة، يدي صلابة. دايما يقول لك الاتحاد قوة، ترتيب الشكل البلوري بيدي قوة وبيدي خصائص معينة. تعال نشوف البلورات التساهمية الشبكية. صلدة جدا ولكن بعضها سريع الكسر، بعضها سريع الكسر وليس الألماس. لها درجات انصهار عالية، فدرجات انصهار الألماس عالية جدا، غير موصلة وبعضها شبه موصل. في أمثلة لينا للمواد الصلبة التساهمية الشبكية زي ايه يا أولاد؟ زي الألماس. شوف جنب الألماس كاتب لك ايه؟ CX يعني مكون من الكربون. طيب كربيد الكوارتز، الكوارتز SiO2، كوارتز SiO2، كربيد السيليكون SiC، وهناك أكاسيد متعددة للعناصر الانتقالية بتعمل مركبات صلبة تساهمية شبكية، صلبة تساهمية شبكية. دايما الانتظام ترتيب الاتحاد بيدي قوة للعنصر، بيدي قوة للإيه؟ للبشر. لو في حد عنده سؤال، أي سؤال ياريت يشارك معنا. احنا كده أنهينا الدرس، كده أنهينا الإيه؟ أنهينا الدرس بتاعنا. لو في عندكم أي ملاحظات ممكن تكلمنا على اللي هو الكلاس روم، انا مشير لكم في الكلاس روم برضو فيديوهات للايه للحصص. شكرا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.